اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الجزء الاخير من هذه الحلقه، الحلقه الجميله الحقيقه، كابتن سمير عثمان. ازيك كابتن سلام؟ الحمد لله كله تمام. قول لنا على ان احنا النهارده بالمناسبه كان دلوقتي في مباراه النادي الاهلي ونادي اهلي طرابلس في بطوله افريقيا لكره الطائره رجال ما بين النادي الاهلي ونادي اهلي طرابلس، وفاز النادي الاهلي الحمد لله بثلاثيه مقابل اعتقد شوط واحد. لسه كابتن خالد العودي كان معدي بيقول لي الحمد لله كسبنا. كابتن خالد العودي هيكون مع حضراتكم ان شاء الله بعد ما نخلص مع كابتن سمير عثمان، هيتكلم مع ضيوفه وكل محللينه الكبار على ماذا حدث في مباراه النادي الاهلي ضد نادي اهلي طرابلس في البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال. كابتن سمير، مباراه صعبه جدا النهارده، مباراه الاهلي والاتحاد مباراه صعبه جدا. لعبنا حوالي 99 دقيقة، يعني حوالي 100 دقيقة كاملة تمام، بجهاد جريش الحكم الدولي مع أحمد حسام طاهر الحكم الدولي وهاني خيري وعمر الشناوي حكم رابع وطارق مجدي وأسامة إسماعيل حكام إضافيين خلف المرمى. المباراة زي ما اتفقنا من أول المباراة مش سهلة من بدايتها، صح. أخطاء كتيرة، إنذارات برضو كتيرة. احنا شفنا بس يعني النهاردة أنا طلعت حوالي 6 حالات اللي هم مهمين، واهم حالتين بالظبط، واهم حالتين بتوع الجدل اللي داخل منطقه الجزاء. نقدر نشوف اول حاله النهارده. اتفضل يا سمير. اول يعني سمير حكاش، اتفضل. بص هنا في فاول جهات حسبه لصالح النادي الاهلي تمام، بغض النظر عن سلامه الفاول عدم سلامه الفاول، هو الاسلوب ده مش مقبول اما لعيب بيعترض باسلوب غير لائق مع حكم المباراة. هو جهاد هنا اكتفى في بداية المباراة اني بيكلمه، انما عم نكمل شكل الاعتراض يا كابتن اسلام مش مقبول خالص، ودي لو اي مباراة لجهاد برضو بره اعتقد ممكن يبقى فيها ايه قرار تاني. الاسلوب شكله مش كويس. كابتن جهاد هو جهاد هادي شوية. جهاد هادي، والهدوء ده النهارده على فكره نجحه بشكل كبير جدا في المباراة. بالظبط، هو الاعتراض ده جهاد يعني استخدم البادي لانجوج وهو بيكلم اللعيب بتاع نادي الاتحاد، بس هو كان يعني يفضل برضو اللعيب ده لازم كان لازم ياخد انذار لسوء السلوك الغير رياضي. الحاله اللي بعد كده، الحاله اللي بعد كده نقدر نشوف دي هنا هي الحاله دي اهم حاله في المباراه يا كابتن، احنا نتفرج عليها مره وبعد كده المره الثانيه كده مش واضحه بالنسبه لنا، مش واضحه خالص. بس هنا نوقف لو سمحت هنا مبدئيا، بس اول حاجه جهاد موقعه متميز جدا في ال 18 تمام. اللقطه اللي بعدها شايف يعني الكوره، شايف. بص يا كابتن داخل فين، عامل زاويه كويسه جدا عشان يقدر يشوف الكوره. بس هنا يا كابتن انا هسال حضرتك كابتن اسلام ثلاث اسئله سريعه تمام. على قد ما كان. لا انت حبيبي. اول حاجه المسافه بين اللاعب واللاعب والكره بينهم كبيرة ولا صغيرة؟ ياردة تمام؟ أو يبقى أقل. يبقى أول عامل عندنا المسافة نتكلم عليه، إن المسافة لا تسمح إن الراجل يقدر يشيل إيده. تمام. تاني حاجة، هل يا كابتن الكرة دي متعمدة أم غير متعمدة؟ واحنا بنشوفها يعني هو حاطط الكرة، حاطط إيده ورا ظهره. تمام. يعني إيه يا كابتن إسلام حاطط الكرة إيده ورا ظهره؟ الكرة بعدها على طول؟ لا، في حضرتك مش جايبها، معرفش جايبها ولا لا، بس في كره بعدها نفس اسلوب برضو كريم بيحط ايده ورا، واحد جاي يرقصه عامر حط ايده ورا ظهره لان هو احنا هنتكلم بهدوء جدا. اتفضل. الكره دي يا كابتن اللعيب بتاع النادي الاهلي اول ما شاف الكره جايه في اتجاهه حب يخبي ايده ورا ظهره. نعم. وبص هنا، بص كابتن اهو، بص هو انا جاي بيعمل تكنيك، بص ايديه ورايحه فين، حتى ايديه ووشه برضو مودين الناحيه الثانيه. لو ايديه فوق هنا يعني الناس اللي يقولوا ايديه كبرت جسمه، لا دي مش دي، ما تجيش في كره زي دي. ليه؟ عندنا المسافه قريبه جدا، ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد. هو اول ما شاف ان الكره هتصطدم بجسمه او بايده فابتدى يرجع ايديه الشمال يخبيها ورا ظهره، راحت الكره جت. الكره دي بهدوء جدا، دي ما فيهاش اي تعمد، والتعمد موجود دلوقتي في مواد كره القدم فقط في لمسه اليد. اذا ليست ابص ايده، ابص هو طاير، تحس انه طاير، ما هو خلاص مش هيودي ايده في حته، هو بعد ما عمل التاكلين كمان هتلاقيه هو عامل التاكلين في حته ثانيه، لان اللعيب كمان بتاع الاتحاد مطلع الكره لورا. تعرف هو لو كان مكملها لقدام كان هيجيب الكره بالتاكلين، انما هو اللعيب بتاع النادي الاهلي فوجئ اما هو بيرجع الكره لورا ومخبي ايده. اذا من وجهه نظر الكابتن سمير عثمان هي ليست ضربه جزاء وقرار سليم من الكابتن جهاد جريش. بالظبط، قرار صعب جدا وقرار هو نجح فيه. تمام. اللعبه اللي بعد كده
كور بعديه كده ده في طبعا ركله حره مباشره على احمد فتحي كان لازم جهاد يحسبها، جهاد ما حسبهاش بالرغم هو قريب منها. لو شفناها بال يعني في تاني لقطه، بص يا كابتن بص مستخدم ايده وكتفه، اه كان لازم تتحسب، دي ما اتحسبتش، دي كانت لازم تبقى ركله حره مباشره ضد النادي الاهلي. طبعا هو يعني ما كانش في توفيق في جهاد في كره زي دي اللي في نص الملعب. نشوف اللقطه الرابعه. ماشي، بص يا كابتن اللقطه الرابعه انت هتلاقي الثيرد باك بتاع نادي الاتحاد الاسكندري طالع مع الفيرد بتاع النادي الاهلي، هما الاثنين يا كابتن اسلام طالعين بدون اي تعمد، ده عاوز يلعب الكوره والتاني برضه عاوز يلعب الكوره وده مش شايف ده بالظبط، فده تلاحم طبيعي. برافو عليك، تلاحم طبيعي بالرغم من الاثنين وقعوا وبتاع النادي الاهلي هو اللي قصاده، انما طبعا اللي اتعمل ده صح، استمراريه اللعب هو ده القرار السليم في كوره زي دي. تمام، الحاله اللي بعد كده دي حاله مهمه بالرغم ان هي واضحه بره ال 18، بس لما اللعيب يخش ويبقى جوه ال 18 بتدي برضو شيء من الريبه والشك، انما الميزه برضو هنا جهاد قريب من الكوره، فهتلاقيها اول ما دخل حتى لو اي واحد بيفكر انه يروح له يقول له كوره جوه، لا لان هو قريب منها واضحه يعني بالظبط، واضحه جدا بالزبط. بره عارف دي يا كابتن اسلام تبقى صعبه على الحكم لو جاي من بعيد، لو جاي من بعيد هيشك جامد وهيبص على مساعد الحكم رقم 2، بس عشان هو طبعا الجهاد ما شاء الله لياقته كويسه فكانت سهله بالنسبه له. الحاله اللي بعد كده دي الاخيره؟ اه دي اخر حاله. طيب اخيرا يا كابتن سؤالين سريعين جدا، اولا الجون الاولاني دخل في الدقيقه 92، تمام. الجون الثاني دخل في الدقيقه 98، تمام. هناك من يقول ان هدف في الدقيقه 98 وكان هناك خمس دقائق فقط وقت، تمام. محتسب بدل من ضاع. طيب هو بهدوء جدا جهاد اعلن الخمس دقائق لازم يلعب الخمس دقائق كاملين، تمام. في هدف احرز في الدقيقه 92، مظبوط. تمام، اهداف احرز في الدقيقه 92 طبعا في احتفاليه بالهدف وفي بعض الاحتكاكات قد تكون حدثت احنا برضو ما شفناهاش، فدي فيها يبقى كده فضلين 3 دقائق، تمام. اللعب وقف هو 3 دقائق تقريبا، 3 دقائق وبعد كده اما استأنف اللعب بيكمل وقف تاني، وقف تاني، فهو لازم يكمل الخمس دقائق اللي هو اداها. يعني هو مش بيحسب خمس دقائق اما وقف، لا هو مدي خمس دقايق، لعب منهم دقيقة يبقى فضلوا 4، لو كان لعب 2 فضلوا 3، ده اللي تم النهارده، فراح الهدف بتاع النادي الأهلي جه في الدقيقة 98، هو هنا طبعًا أنت في الزفير الأخير من المباراة ممكن الحكم يصفر بس لازم في إحراز الهدف بيستناها، تمام؟ فمع استئناف اللعب في السنترة الثانية فالدقيقة دخلت في 99. فبالتالي إذا ده شيء طبعًا قانوني جدًا، طبعًا ده قانوني جدًا، طبعًا. الحكم لازم يلعب المباراه بالكامل بالوقت. طاقم التحكيم بتدي له كام من 10؟ مباراه صعبه ادي لجهاد النهارده باهميه المباراه وصعوبتها 8.5 من 10، وده رقم جيد. طبعا ماتش صعب جدا يا كابتن اسلام، وخاصه تاخر نتيجه لاحدى الفرق الكبيره بيبقى صعب جدا وبيبقى حمل كبير جدا على الحكم وتركيز من طاقم الحكام كله. كابتن سمير انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي في المباراه القادمه ودايما نكون حفظنا السيناريو ان شاء الله باذن. شكرا جزيلا كابتن سمير عثمان. قبل بس ما اشكر حضراتكم عايز اقول لحضراتكم سريعا جدا تصريحات مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي، قال ان الاهلي قدم مباراه قويه امام فريق مميز وان هناك بعض الاخطاء من جانب اللاعبين في الشوط الاول الا ان الفريق نجح في تدارك، اشار الى ان الاتحاد السكندري فريق مميز ويمتلك عناصر مميزه، لافتا الى ان النادي الاهلي تغلب على الجانب الدفاعي، اضاف ايضا ان مواجهه الاتحاد جاءت في ظروف استثنائيه، شدد على ان الاهلي يحترم جميع المنافسين وان الدفع بصالح جمعه في المباراه الثانيه على التوالي جاء نتيجه التزامه الشديد ووصل إلى الوزن المثالي، وأشار إلى أن الفريق انتظر عودة وليد سليمان وحمدي فتحي. بمناسبة حمدي فتحي هيكون جاهز للسفر غدا، هل هيسافر ولا مش هيسافر ده هنعرفه بكرة، ولكن حمدي فتحي جاهز أن هو يشارك لأنه شارك في التدريبات الجماعية، وليد سليمان لسه إن شاء الله بعد المباراة القادمة. دي كانت أهم تصريحات كابتن أو مستر مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي النهاردة. الحقيقة أو تنظم رابطة النقاد الرياضيين تأبين للزميل الراحل خالد توحيد رئيس قناة النادي الأهلي ورئيس تحرير مجلة الأهرام الرياضي السابق، وذلك يوم الثلاثاء النهارده طبعا 2 ابريل كان في تمام الساعة 4 بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمبنى نقابة الصحفيين، رحم الله الفقيد وأدخله فسيح جناته. أيضا النهارده وفاة النجم الكبير نجم نادي المنصورة ومنتخبنا الوطني في السبعينات كابتن سعد صليط، إنا لله وإنا إليه راجعون.
انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. بعد قليل هيكون معاكم الاستوديو التحليلي لمباراه النادي الاهلي ضد نادي اهلي طرابلس في دوري الابطال الافريقي وفوز النادي الاهلي بثلاثيه مقابل هدف وحيد. بعد قليل هيكون معاكم النجم الكبير الكابتن خالد العوضي ومعاه نجومنا المحللين الكبار اللي موجودين معاه في الاستوديو التحليلي، هيتكلموا عن مباراه كره الطائره ما بين النادي الاهلي ونادي اهلي طرابلس وكيف فاز النادي الاهلي على اهلي طرابلس بثلاثيه مقابل شوط وحيد فقط. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، والاهلي في الصداره، انتظروا بقيه المباريات القادمه، ليظل دائما النادي الاهلي فوق الجميع. اشكركم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.